حياكم الله، مبروك للأهلي الفوز بدرع الدوري المصري لكرة القدم بعد تغلب على الزمالك بهدف دون رد في المباراة الختامية. مباراة ختامية بدون تتويج، يعني هو فاز بالدوري بس ما تتوج. ليش؟ يعني مراعاة لمشاعر الزمالك، مراعاة للظروف والحساسية بين الفريقين. كل المبررات اللي ساقها اتحاد كرة القدم غير مقنعة وبتحسها وهي ما بعرف مش راكبي فكرة انه الدرع ما عليهوش اسم الفريق اللي فاز. طب من المباراة السابقة ما هو مبين انه الاهلي هو بطل الدوري، بطل الدرع، يعني حفر الاسم سهل. بس في اوروبا عم نشوف، حتى باسيا بالوطن العربي بتم حفر اسم الفريق الفائز بنفس اللحظة. فهي مش مبرر انه ما يكونش جمهور، مش مبرر. داعيين حوالي 25 شخص من كل فريق وكأنهم رايحين حفلة سواري. طب ليش؟ ما هو الجمهور هو فاكهة كرة القدم. لما فريق بفوز بيعيش لحظة نشوة الفوز بنفس اللحظة. بس لما تعمل لي حفل بعد أسبوعين ولا ثلاث في فندق 5 نجوم وتكرم البطل وتكرم أحسن لاعب والهداف وأحسن دفاع وأحسن هجوم وما إلى آخره، يعني ما إلها طعم بصراحة، ما إلها طعم ولا بتفش الغل. بس بنفس اللحظة أنت عندك 105 مليون الجمهور المصري، خليه يجي 20-30 مليون يشوفوك على الشاشة بيستمتعوا مع الفريق. حتى الفريق خليه يحتفل بالدرع مع ال 25 من كل فريق ومن كل مدعو من كل فريق، وخليه يروح على المدرجات الفاضية يمكن تصير فيرال فيديو كل الناس تحكي عنها، حتشاهد أكثر. أنا بحس أنه إداراتنا الرياضية العربية كثير مقصرة، ودائما الأخطاء عندنا. ليش ما بتصير بأوروبا هي الشغلات؟ ليش بتصير بس بالوطن العربي؟ لما أنت ما تكرم الأهلي حيبطل المستشار مرتضى منصور ينتقد الأهلي إذا أنه شعر أنه مظلوم، حيبطل الخطيب وجماعته أنه ينتقدوا الزمالك إذا حسوا أنهم مظلومين أو حدا ظلمهم أو في أي خلاف بينهم. حساسية موجودة، أهلي زمالك، برشا مدريد، نصر هلال، زمالك أهلي، في صلي وحدات، كل الفرق الكبيرة دائما في باللقاءات الديربي أو الكلاسيكو في حساسية ما حتنتهي. ولا حتى جمهور الزمالك كان نفسه انه الاهلي يتوج، ما هو عارف هو جاي على المباراه الزمالك وعارف انه هو بطل الدوري. الاداء في المباراه كان كتير مش عادي، اقل من عادي. احنا بدناش جمهور يحضر لاسباب مش عارفينها، انا مش عارفها بصراحه. طيب ما هي امم افريقيا صارت بمصر، وكم حضر من الجماهير العربيه والمصريه للمباريات؟ ما صار مشاكل. اذا ليش بالدوري بده يصير مشاكل وهناك لا؟ اشمعنى بالدوري بيصير؟ الحذر واجب، الأمن يكون منتشر ومتواجد ومسيطر على كل مكان، الأمور بتمشي تمام. مرات إحنا اللي بنخلق المشكلة، إصرارنا وتحدينا كإدارات اتحاد كمسؤولين يمكن هي اللي بتخلق المشاكل بين الرياضيين وبين اللاعبين. علاقة اللاعبين مع بعض كلنا عارفين قديش بتكون قوية، ما هم لسه كانوا مع المنتخب. بس كمان أداء المنتخب كان سيء وأداء الأندية سيء، هذا بيحكي الصورة كتير سيئة عن الكرة المصرية. الكرة المصرية مش هيك، احنا بنعرف كم مرة فازوا وراء بعض في أمم إفريقيا، قديش بيشاركوا في بطولات وببيض الوجه. شمعنا هلأ ليه الكرة المصرية متراجعة؟ لازم البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لها. كل النقاد، كل المحللين، كل الرياضيين لازم يجدوا الحلول للمشاكل بتواجهها الكرة المصرية. أخيرا موضوع الجمهور هو الفاكهة، فاكهة كرة القدم. ما ممكن دوري أو بطولة تكون بدون جمهور. بس يا ترى هلأ خلصنا وطوينا هاي الصفحة، الصفحة الجاي بطولات القادمة، الكاس وغيره ودوري والاستحقاقات القادمة، حيكون في جمهور ولا حنصر على رأينا؟ من 10 سنين وأنا بناقش هذا الموضوع بالعربية وهون 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 ومع إخواننا المصريين، إمتى حيرجع الجمهور لأرض الملعب؟ في أمان الله. شو رأيكم؟